أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها تحركات قيادات المؤتمر الشعبي العام الأخيرة، دلالة توقيتها، وهل هي مؤشرات لصفقة سياسية جديدة؟ في حين تبدو الأجواء ملبدة بغيوم لا تشير إلى اقتراب الحل السياسي للأزمة في البلد، تبدو الأجواء مختلفة داخل أروقة حزب المخلوع. نشاط سياسي وتنظيمي متصاعد في محاولات إعادة بناء الحزب بعد 3 أعوام من تحوله إلى ميليشيا تابعة لجماعة الحوثي. وعلى الرغم مما يبدو من انسداد أفق الحل السياسي للأزمة القائمة، فإن تحركات المؤتمر التابع للمخلوع جعلت مراقبين يشيرون إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار الترتيب لصفقة سياسية قادمة يتم فيها ترتيب البيت المؤتمري ليكون حاملاً سياسياً لمشروع خارجي جديد يعيد نجل الرئيس المخلوع إلى سدة الحكم بعد فشل الصيغة السابقة بالتحالف مع ميليشيا الحوثي. من أبو ظبي كان النجل المخلوع يخاطب أتباع والده في آخر اجتماع ويدعوهم لتنظيم الصفوف في مواجهة ما أسماه العدوان، وهو أمر مستغرب حدوثه من عاصمة القوة الثانية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. في زاوية أخرى من حديثنا هذا المساء سنبحث فرص المؤتمر للبقاء أو بالبقاء بعد ما حدث له خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أو بالأحرى مدى حاجة الحياة السياسية اليمنية له خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعدما يراه البعض نزوعا مؤتمريا نحو التحول إلى ميليشيا قابلة للاستخدام من قبل أي مشروع لا وطني. وبينما يرى البعض أنه لا مستقبل لحزب المؤتمر وأن أي ترتيبات سياسية قادمة يجب أن تنطلق من أساس حظر هذا الحزب ومحاكمة رموزه لدورهم في هذه الحرب، يرى آخرون أن بقاء المؤتمر الشعبي ووحدته يصب في صالح العملية السياسية، وأنه في الأخير حزب كبير ومتجذر لا يمكن تجاوزه لمجرد الرغبة في ذلك. ما مستقبل حزب المؤتمر الشعبي العام؟ وما دلالات عودة نشاطه المتزامنة مع بدء حملة إعادة تأهيل نجل الرئيس المخلوع؟ وما هي رهانات المؤتمر للمستقبل؟ وما شكل التحالفات المرتقبة له في ظل شيطنته لأكبر حزب قاوم الانقلاب؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور نقاشنا لهذه الليلة مع ضيفينا من مأرب الكاتب الصحفي يحيى الثلاية، ومن الرياض الناشط السياسي فهد الشرفي. أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معكما بالسؤال المشترك. مع هذه العودة والنشاط المفاجئ داخل حزب المخلوع، هل يشير هذا إلى أننا مقبلون على صفقة جديدة تعيد المخلوع ونجله إلى الواجهة؟ والبداية معك أستاذ الشرفي. نعم، البداية عندي. تفضل أستاذ فهد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا لا أدري عن أي صفقة تحدثون، ولا عن أي حراك، هل هو الحراك الذي يجري في صنعاء أم غيره. يعني أعتقد أن الحراك الذي يجري في صنعاء مهما كان فهو من وجهة نظري أنا أنه حراك إيجابيا، كي لا تبقى صنعاء فقط مغلقة على الحوثي. أعتقد أن لولا وجود بقايا ما تسمونه أنتم المخلوع وبقايا المؤتمرين الذين لا زالوا هناك في صنعاء لا أعلن الحوثي الإمامة من صنعاء. والأمر فيه سلبي وفيه إيجابي، لكن في النهاية المؤتمر الشعبي العام هو حزب موجود على الساحة الوطنية، لا نستطيع اجتثاثه ولا يستطيع أحد إلغاءه بمجرد الرغبة. وأثبتت الأزمة وأثبتت المراحل المتعاقبة أن المؤتمر موجود على الأرض، وهو يمثل تكوين شعبي، ولا يمكن أن يكون أداة كما ورد في التقرير لأي مشروع خارجي، لأنه أصلا حزب غير أيديولوجي، حزب لا يمكن أن يستفيد منها أي طرف خارجي أو أن يضمن. الحزب هو حزب براغماتي قريب من اليمنيين، يتعامل مع الطبيعة الشعبية لأبناء اليمن، فيها أخطاء وله إيجابيات وله يعني إذن هل تعتقد أستاذ فهد بأنها مجرد صدفة، يعني تحركات يعني رجالة المؤتمر في الداخل، العمل التنظيمي في الداخل، والتحركات أيضا والخطاب المتصاعد ل يعني مؤتمريو الشرعية في الخارج؟ أولا مؤتمريو الشرعية في الخارج تم قصقصة أجنحتهم، ولا وجود المؤتمر لم يترك شركاء. أنا للأسف الشديد في الشرعية المؤتمر حتى موقع إلكتروني واحد. المؤتمرين الذين خارج صنعاء هم مضطهدين، والمؤتمرين الذين في صنعاء مضطهدين من جماعة الحوثي.
يعني لو أتينا لننظر الأمر من زاوية أخرى سنجد أن جماعة فبراير هي التي تحكم، يعني نص منهم بدوا في صنعاء ونص منهم خرجوا مع الشرعية مع الرئيس هادي، وانقسمت بقية الأحزاب كأتباع، الذين في صنعاء تحت اضطهاد الحوثيين والذين خارج ربما أنهم مسيرون ولا يستطيعون أن يواجهوا سطوة الإصلاح. طيب في هذا السؤال المشترك أيضا دعني أحيله أيضا للأستاذ يحيى. نعم. يحيى الثلاية. أستاذ يحيى، يعني هل تعتقد فعلا بمؤشرات لصفقة سياسية من نوع ما يكون المؤتمر الشعبي العام في واجهتها؟ مساء الخير أختي، السلام عليكم وعلى مشاهدي قناتكم وعلى ضيفك العزيز صديق فهد الشرفي من الرياض. ربما هذه الأحداث هي محاولة تخلص من سطوة الإصلاح الذي تحدث عنها الأخ فهد. لا أدري أي صفقات يتوهمونها، ربما لإخوتي في المؤتمر الشعبي العام في الداخل أو الخارج يظنون بأن هناك ظروف دولية ستخدمهم للعودة إلى وهم كانوا ينتظرونه. ما تفات الثورة الشعبية التي انطلقت في 11 من فبراير من عام 2011 وبعدها الكارثة التي أحدثتها ميليشيا الحوثي بالانقلاب على الدولة في 21 سبتمبر من عام 2014 وما ارتكبه المخلوع وأذنابه وفلوله من جريمة التحالف معها وتسليم الدولة اليمنية لأذناب لآخر طبعا من طبعات الإمامة كفيل بأن يقضي على أي أطماع لهم. لم يعد البدر ولم يعد آل حمد الدين الحكم رغم عودة الحوثي، واتضح للجميع أن هذه مجرد أوهام. لم يعد حسني مبارك في مصر بعد أن عاد السيسي، الأوهام التي يتحدث عنها البعض. لو كان أحمد علي عبدالله الصالح صاحب مسؤولية وصاحب إرادة، هو والده ما صمدوا إلا كانوا صمدوا في عام 2011 أمام ثورة الشعب، ولا كانوا قدروا أن ينتزعوا السلطة من أيدي الحوثي حين كانت بأيديهم مؤسسات الحرس الجمهوري ومؤسسات القبيلة والحزب. أما اليوم فليس بأيديهم إلا أن يعيشوا تحت سمع وطاعة سيدهم عبد الملك الحوثي. نعم، إذا أنت تتحدث بأن المؤتمر الشعبي العام ربما أصبح من الماضي. أستاذ فهد الشرفي، كيف يمكن أن تعلق؟ أولا أنا لم أسمع الأخ يحيى، وأتمنى أنه إما أن تضبطوا مسألة الصوت أو أن تختصري لي ما قاله الأخ يحيى. طيب الأستاذ يحيى، نعم ألخص لك، أرجو أن يتم حل مشكلة الصوت. الأستاذ يحيى الثلية تحدث بأنه يعني المخلوع ونقله لا يمكن أن يكونوا جزء من المستقبل، والمؤتمر الشعبي العام الذي سلم الدولة للإمامة الجديدة أيضا لا يمكن أن يكون له مستقبل مع اليمنيين، وهو الذي يعني انهار أمام شباب فبراير في العام 2011. فكيف بعد كل هذه المخاضات التي مرت بها اليمن خلال الأعوام الثلاثة الماضية؟ بالنسبة لأن المؤتمر أصبح من الماضي، أعتقد أن هذا كلام يتنافى مع الواقع، والواقع موجود على الأرض. وأعتقد أن حتى قوات التحالف الشرعية المعركة تقول أنه لا بد من إعادة تقييم الوضع، وأعتقد أن التحالف قد وصلوا إلى قناعة بأنه لا بد من استعادة المؤتمر الشعبي العام بغض النظر عن صالح ومصير صالح وابنه. في المؤتمر وحزب وطني طويل عريض ليس ملكا لصالح ولا لغير صالح، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى بالنسبة لأن المؤتمر هو الذي سلم البلاد للإمامة، أنا كمؤتمري أول من عارض قرارات صالح الانتقامية التي جعلت المؤتمر ربما يخالف نهجه الوطني، لكن لا يمكن لأحد أن يزايد، فقد ذهب الإصلاح إلى صعده وجلب الحوثيين إلى الساحات وأدخل الحوثيين. فمسألة التحالف مع الحوثي تناوب عليها اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام، وهي خيانات وطنية متعاقبة من الجميع، يجب عليهم أن يتوبوا عنها وأن يكفروا عنها. وكل السياسيين اليمنيين تورطوا في ذلك إلا من رحم الله، لا يوجد سياسي يمني لم يذهب إلى الحوثيين ولم يغازل الحوثيين ولم يعقد صفقات مع الحوثيين حتى وصلت البلد إلى ما وصلت إليه اليوم. يعني أستاذ فهد، هل تحاول الآن أن تشير بأنه انضمام الحوثيون إلى ساحة التغيير؟ يعني طبعا بطبيعة الحال لم يذهب الإصلاح ولا شباب فبراير إلى صعدة كما أشرت، لكن يعني انضمام الحوثيون إلى الساحات بشروط فبراير يمكن أن يماثل أو يشابه ما يعني تحالف المخلوع وجيشه معهم لقتل اليمنيين واجتياح المدن بالطريقة التي شهدناها والانقلاب على الجمهورية. لا فرق بين ذلك من وجهة نظري كمواطن من صعدة، كون الحوثي عندما استقبل تموه في الساحات بالأحضان كان يبطلنا نحن أبناء صعدة. أنتم اليوم تدركون الوجع لأن صالح تحالف مع الحوثيين بينما يبطلكم في تعز وفي غيرها، لكن الدم هو الدم والوجع هو الوجع،
والحوثي هو الحوثي، هو متمرد في 2011 ومتمرد في 2014، والتحالف معه والتواطئ معه بأي طريقة كانت وبأي أسلوب كان وتحت أي مبرر هي جريمة. حتى وإن كانت أنا أعتقد أن ما حصل في 2011 كان لقطر الدور الأبرز فيه، وهي التي أقنعت اللقاء المشترك بأن يتم الالتقاء مع الحوثيين والتقى الإجرام مع الثوار وتم تحويل المجرم إلى ثائر، وهنا بدأت المشكلة التي نعاني منها اليوم. نعم، إذا أستاذ يحيى الثلاية، الأستاذ فهد يرى بأن المشكلة تتلخص في 2011 أو بدأت في 2011، وأن يعني هو يشير إلى فبراير وتحديدا إلى حزب الإصلاح بأنهم هم من تواطؤوا مع يعني مع مع الحوثي وهم من استدعوهم إلى العاصمة صنعاء وإلى المحافظة. كيف تنظر لهذه المقاربة؟ الجميع كل الأحزاب أستاذ أسوان. نعم. لا تقولون نعم، إذا جميع الأحزاب السياسية بما فيها الحراك الجنوبي الاشتراكي كل الجميع غازلوا هي هذه الفكرة، هي فكرة مقاربة ما حدث في 2011 وما حدث في 2014. أستاذ يحيى الثلاية، كيف تنظر إلى هذه المقاربة؟ اولا انا لما اقول بان الحزب ان المؤتمر الشعبي الان اصبح من الماضي، لا يزال المؤتمر الشعبي العام هو من يحكم حتى اليوم. رئيس الجمهوريه هو من اعضاء من قيادات المؤتمر الشعبي العام، هو النائب الاول وامين عام المؤتمر، احمد عبيد بن دغ رئيس الحكومه، علي محسن صالح نائب رئيس الجمهوريه، محافظي المحافظات اغلبهم، الوزراء اغلبهم، كلهم ينتمون الى المؤتمر الشعبي العام، ولو هذا في الجانب الشرعيه. اما في لو جينا على القرارات الجمهوريه التي اصدرها فخامه رئيس الجمهوريه لوجدنا ان كم من هائله من القرارات الجمهوريه تصل الى الاغلبيه، حظي بها اخواننا في المؤتمر الشعبي العام المؤيدون للشرعيه بغض النظر عن مدى تواجدهم داخلي او حتى مدى تفعيلهم للمؤتمر الشعبي العام في المناطق المحرره. هنا يحق لنا ان نتساءل لماذا لا يحرك المؤتمر الشعبي العام انشطته في المناطق المحرره ويتحرك. التحيه للاخوه في المؤتمر الشعبي العام بمحافظه مأرب الذين دون سواهم اثبتوا فعلا انهم مع المؤتمر مع القياده الشرعيه بمثلة بفخامة رئيس الجمهورية. التحية للأخ عبد الواحد القبلي نمرار رئيس فرع المؤتمر، والتحية للأخ سعود اليوسفي نائب رئيس فرع المؤتمر بمحافظة مأرب. أما الأخوة في فروع المؤتمر بالمحافظات الأخرى المحررة لم نسمع عنهم إلا قرارات جمهورية فقط، فيما المؤتمر في الداخل يحشد الحشود في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا ويؤكد استهدافه للشرعية ولدول التحالف ولفخامة رئيس الجمهورية كل يوم. بالنسبة لحديث الأخ فهد أن القضية تتحملها ثورة 2011 أو أنها قطر، يدرك أعتقد أن ليس من المنطقي أن نحاول أن نستثمر خلافات الأشقاء، ويهمنا في الأول والأخير أن نحل قضيتنا اليمنية، وإلا فالجميع يعلم من هو الذي حاصر السفارة الإماراتية في صنعاء بغرض الانقلاب على الإمارات المبادرة الخليجية في 2011، ومن هو الذي قاد البلاطجة والسفلة لمحاصرة سفارة دولة الإمارات العربية الشقيقة في صنعاء في عام 2011. يدرك الجميع أنه ليس حتى الحوثي وإنما علي عطر الصالح وبلاطجته الذين انتقلوا من ميدان التحرير الذي كانوا يستهدفون شباب التغيير في ساحة التغيير بجامعة صنعاء. نعم، إذا أستاذ يحيى أنت تبدو لا مشكلة لديك من وجهة نظرك حول المؤتمر الشعبي العام المنضوي أو المنضم للشرعية، وإنما تحدث عن المؤتمر المخلوع. وهذا أستاذ فهد الشرفي ربما السؤال، يعني أتحدث عن مؤتمر المخلوع وهذا التزامن بين هذا النشاط للمؤتمر في الداخل والذي يقوم ب يعني برعاية مباركة من الحوثي وبين هذا النشاط الذي لمؤتمري الشرعية. هناك من سأل بأنه هذه التبعية ثلاث أعوام لحزب المخلوع مع ميليشيا الحوثي، كيف يمكن أن يكون بوسع هذا الحزب العودة من جديد للعمل كحزب سياسي بعد عمله خلال الفترة الماضية كميليشيا؟ الحقيقة أولا أنا أضم صوتي لصوت الأخ يحيى فيما يخص مسألة تفعيل دور المؤتمر الشعبي العام في المحافظة المحررة، ولدينا مشكلة قيادية عويصة ربما أنا طرحتها في أكثر من اجتماع عقد هنا في الرياض، ولدينا أكبر اللوم والعتب على قيادة المؤتمر الشعبي العام الموجودة في الخارج أنها لا زالت للأسف الشديد. تركنا المؤتمر الشعبي العام لصالح لإعلام صالح، هو الذي اليوم يتحدث باسم المؤتمر وحتى يبعث الوفود حتى أثناء المفاوضات والمباحثات يحضر وقت المؤتمر الشعبي العام من صنعاء هذا الحزب الطويل العريض الذي أغلب قياداته وحتى أغلب أعضاءه ليسوا مع الإمامة وليسوا مع الانقلاب وليسوا مع الميليشيا ومع مشروع الدولة. لكن للأسف هناك مشكلة لا أستطيع فهمها إلى الآن. حتى إخواننا في التحالف العربي دعينا أكثر من مرة إلى أن يتم تفعيل دور المؤتمر الشعبي العام،
إلى أن يتم إعادة المؤتمر الشعبي العام إلى جانب الإصلاح وبقية القوى الوطنية في معركة وفي خندق واحد للدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة. هذا هو الحل الذي يجب أن يكون. يجب أن يكون هناك اصطفافا وطنيا شاملا. لا يجب أن نترك المؤتمر الشعبي العام ليتم تجريف هويتها الوطنية. اليوم نحن كنا وما زلنا نصرخ في إخواننا في المؤتمر، خصوصا في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الحوثي: احذروا من تجريف الحوثيين لهويتكم الوطنية. الحوثي يحاول اليوم أن يأخذ أبناء المؤتمريين، وهذا هو الخطر في التحالف. الخطر في تحالف صالح، يعني أعتقد أن الضربة القاسمة التي اللعنة التي ستبقى على مدى التاريخ في جبين صالح، وأنه سمح للحوثيين أن يتغلغلوا في 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 المكونات المؤتمر وبين قواعده الشعبية. اليوم يتم أخذ أبناء المؤتمريين ويذهبوا بهم إلى صعدة وإلى مطرة لأخذ دورات. هذه الدورات يتم فيها غسل مخ، غسيل مخ. هناك إعادة صياغة أفكار لهؤلاء وولاءات خاصة. سنعود وقد ونجد أن أبناءنا وإخواننا المؤتمرين قد أصبحوا على عقيدة إثنى عشرية، يرون بأن يعني إذا أنت أستاذ فهد باختصار أنت تتحدث عن 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 مؤتمر المؤتمر مؤتمر الشرعية، ولا تتحدث عن مؤتمر المخلوع. وأنت تؤكد أيضا ما جاء على لسان السيد الثلاثي بأنه المخلوع ونقله لا يمكن أن يكون جزء من المستقبل. هذا يخضع، أعتقد أنه إذا أتينا لننظر من منظار الواقع، أنه في المستقبل القريب أو عند الولوج إلى أي حل، كل الذين جادوا هذه الأزمة وخصوصا الحوثي وصالح، أعتقد أن لا مستقبل لهم سياسي في اليمن. وإذا خرجوا بماء الوجه في إطار حل سياسي ربما يستعيد من خلاله دولتنا، فسنكون يعني أصحاب فضل عليهم. لكن المسألة ربما قد تتعدى ذلك من حيث الواقع. الناس مجروحين اليوم، بلدنا الناس يموتون جوعا، هناك أزمة خانقة حقيقية. عندما نأتي لإعادة تقييم الوضع، الجميع كل اليمنيين يسألون ما هو الحل، كيف بالإمكان أن نخرج من هذا المأزق. عندما نسأل كيف يمكن أن نخرج من هذا المأزق، نحن أو الإخوة في التحالف أو قيادة الشرعية، فنرى أن استعادة المؤتمر الشعبي العام والتفاهم مع المؤتمر الشعبي العام هو أهون ألف مرة من التفاهم أو التعايش مع الميليشيا. الميليشيا لا تعايش. وما الفرق سيد الشرفي، ما الفرق الآن، ما الفرق بين المؤتمر الشعبي العام المتحالف مع الميليشيا وبين ميليشيا الحوثي؟ كيف يمكن أن تفرق بينهم إذا كان الحوثي أساساً يقاتل بقوات المخلوع؟ أسوان شاهر كمواطنة يمنية ولدت أثناء حكم المؤتمر الشعبي العام، ودرست وتعلمت حتى تخرجت من كلية الإعلام، لكنها في ظل حكم عبد الملك الحوثي لم تستطع أن تبقى في اليمن لحظة واحدة، وعلى هذا بالإمكان أن تقيسي بقية الأمور. نعم أستاذ يحيى الثلاية، يعني كيف يمكن فعلاً الفصل بين هذين الحليفين في أي لحظة؟ ما هي الظروف وما هو شكل التسوية السياسية هذه التي يمكن أن تفصل بين المخلوع أو يعني المؤتمرين الذين ظلوا تحت كنف المخلوع في ظل هذا الانقلاب وبين ميليشيا الحوثي؟ هل يمكن فعلا الفصل بينهما؟ أستاذ يحيى، أعتقد أختي العزيزة أن هناك جرائم ارتكبت بحق الدولة اليمنية وبحق الشعب اليمني منذ الانقلاب ومنذ ما قبل الانقلاب، مجازر حرب ونهب دولة، وهناك قضايا جنائية منظورة، وهناك جرائم حرب لا يمكن تجاوزها. بالتأكيد لا بد أن يخضع هؤلاء كلهم للمساءلة. أما يعني من طب الانقلاب ومن رضي به ومن تورط في تأييد عملية الانقلاب على الدولة بمختلف مراحله بتهديد الأمن المحلي والإقليمي، هؤلاء لا يمكن التفاهم معهم إلا في طائلة أو إلا تحت طاولة القانون ووفقا لدستور وقانون البلد والشرائع الإنسانية والسماوية التي تعرف عليها الناس. هناك جرائم أختي العزيزة من الصعب إنكارها أو تجاوزها. من المستحيل أن نقول اليوم أن هناك تسوية سياسية ستخرج يعني تماثل بين الطرفي أزمة أو بين قادة أزمة سياسية. هناك انقلاب مشهود واضح ومكتمل المعالم، وهناك جريمة حرب، وهناك استهداف للجمهورية والدولة، هناك استهداف لمؤسسات البلد، هناك عبث بمقدرات الدولة وتسليم سلاحها لعصابة غاشمة. من تورط من هؤلاء سواء كان من ميليشيات الحوثي أو المخلوع فلا فرق بينه ويجب جميعا أن يخضعوا للمساءلة وتطبيق القانون بحقهم.
نعم. طيب استاذ فهد، اذا هناك ايضا يعني حل يعني يمكن ان يكون فيصلا في هذه المشكله للوصول الى تسويه سياسيه. هناك من يطرح بان حظر حزب المؤتمر، وانت طبعا تتفق مع هذا الامر، جزء من الحل. وهناك من يرى بان محاكمه رموز الانقلاب من المؤتمر المخلوع يعني يمكن يكون ايضا جزء للمضي نحو تسويه سياسيه ربما تكون عادله ومنصفه الى حد ما، وتحقق حياه سياسيه يعني امنه، محاكمه من شارك في هذا الانقلاب وساهم في اسقاط مؤسسات الدوله وتسليمها للاماميين. استاذ فهد، الى اي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ انا اتمنى ويتمنى كل يمني أن تسود العدالة وأن يتم معاقبة كل مجرم وكل من ارتكب جناية بحق أي مواطن يمني، سواء جناية عامة أو جناية خاصة. لكن ما الذي يمكن أن نحققه؟ الواقع إذا أتينا لننظر من منظور أنه اليوم التحالف العربي هو الذي ينفق وهو الذي يتحمل أعباء المعركة، يعني نكون صادقين وواضحين. وهذا التحالف من حقه أن يبحث. اليوم هناك أزمات متعددة، وهنا الأزمة الداخلية في أروقة الخليج، الأزمة المؤسفة التي اليوم أيضا تلقي بظلالها على الشأن اليمني. كل هذه العوامل تجعلنا نفكر في أكثر من اتجاه. لكن المؤسف، هناك من يقول نحن نريد أن نفرق بين أمرين، هناك من يريد أو يرى أنه بالإمكان أن يتعايش وأن يتشارك مع الحوثي في المستقبل، ويرى أنه لا يمكن أن يتعايش مع صالح. أنا لا أدري كيف يفكر هؤلاء. كيف تريد أن تقول أنك بالإمكان أن تتعايش مع الإمامة، مع ميليشيا الإرهاب، مع حركة تشبه داعش بل أفظع من داعش، لديها ميراث فكري إرهابي تكفيري لألف ومائتين سنة، وتقول أنك لا تستطيع أن تتعايش مع حزب يمني براغماتي نفعي بالإمكان أن يتم إعادة أستاذ فهد، حتى لا نعيد حتى نمضي في النقاش إلى الأمام، تجاوزنا هذه النقطة. لن نتحدث عن المؤتمر كحزب، وإنما نتحدث عن قيادات المؤتمرية التي شاركت في الانقلاب. محاكمة هذه القيادات. نعم، محاكمة نتحدث عن قيادات المؤتمر التي شاركت في الانقلاب، ولا نتحدث عن المؤتمر كحزب سياسي. نعم، نحن مع تطبيق العدالة على الحوثيين وعلى وعلى شركائهم، لكن إذا لم تطبق العدالة على الحوثي فلن تطبق على الذين اشتركوا معه. الأمر منطقي 100%. الذي لا يطالب بتطبيق العدالة على الحوثي وإعلانه مجرم حرب كاذب عندما يقول أنه سيطبق العدالة على أليس العكس صحيح أستاذ فهد؟ أليس العكس صحيح؟ نعم. أليس العكس صحيح أيضا، بأنه من يطالب بتبرئة من شارك في الانقلاب أو تبرئة حليف الحوثي أيضا ربما هو يدعو لتبرئة الحوثي بالمقابل؟ الحقيقة هو الأمر، وأن نظرت له حتى من منظور من يخالفوننا ويقولون أن الحوثي ليس إلا شريكا، أو تهوين لمسألة الحوثية، وفي هذا خطر على مستقبل أمن اليمن. وحتى أنتم تغلطون في هذا، كل من يتبنى هذه الرؤية هو يقدم الحوثي حتى للخليج العربي على أساس أنه حليف مستقبلي، وصالح سينتهي وهو في آخر أيامه، وستجدون أن لديكم حركة فيها ملايين الهاشميين، بإمكان أي منهم أن يقود مشروع تطهير لنا في المستقبل. لذلك هذا هو الخطر التاريخي على أبنائنا. صالح سينتهي، وربما بعد أن يموت حتى أبنائه ربما لن يقتنعوا بهذا المشروع الذي يحمله، يذهبون في اتجاه اخر او نعم نعم. وقد ذكرت ابنائه سيد فهد. يعني اتحول بسؤال اليك استاذ يحيى، في لقاء اخير لنقل المخلوع احمد يعني علي عبد الله صالح، كان تحدث من العاصمه الاماراتيه ويدعو انصار والده للصمود في وجه ما اسماه بالعدوان. هذا التصريح الم يلفت نظرك انت لشخص يعني يتحدث بهذه اللغه من داخل الدوله التي تعد الدوله الثانيه في التحالف مناهض للانقلاب؟ انا لم اسمع هذا التصريح حقيقه اختي ولا متابعه، لكن اقول لاحمد علي عبد الله صالح وغيره من الواهمين ولابيه ولعبد الملك الحوثي، لو كانت شمس كانت امس، ما فاتهم بالامس سيعجزون عن تحقيقه اليوم، ما عجزوا عن الحفاظ عليه حين كان بايديهم اسلحه الدوله يكتنزونها منذ 50 عام لن يعملوها اليوم، ما عجزوا عن تحقيقه بمبادره الخليجيه التي سلمت لهم نصف الحكم ووقعها جميع القوى السياسيه في البلد بعد ثوره شعبيه، ولم يقدروا على المحافظه عليهم، يعجزوا اليوم بعد ان انكشفوا امام الخليج. اذا جينا الى الوضع الخليجي
الخليجي الذي يتحدث عنه الأخ فهد ودورهم في التحالف ودورهم في الأوضاع السياسية في البلاد والأزمة المؤسفة التي يشهدها الأخوة في التحالف في المنطقة وفي الخليج العربي، أعتقد أنها لم تكن انعكاساتها علينا كثيرة. أولا لأن الدولتين الأبرز في التحالف هم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كما تحدثت، وهؤلاء هم معنيون بتطبيق المبادرة الخليجية من حيث الأساس، وقد أدركوا إلى أي حد مضى أن الحوثي أن النصالح انقلابي ولا يؤمن ولا أمان له، وأنه سلم البلاد للطعن في خاصرة الجزيرة العربية بيد الميليشيا الإيرانية بيد الميليشيا المتحالفة مع أو الذراع الإيرانية في اليمن. قطر سلم انسحبت من التحالف، واليوم التحالف في أيدي بقية دول الخليج العربي وشركائها من الدول العربية. بإذن الله لن يكون ثمة إلا الحسم. دماء اليمنيين والشهداء الأبرار الذين انتثرت وسقت كل جبال وهضاب اليمن وأوديتها وسهولها لن تروح حذرا بإذن الله. لا مجال إلا أن نستعيد دولتنا. أوهام أحمد علي عبد الله الصالح وأبيه وبقية غلمان العائلة هي لا تقل عن أوهام كاهنة آل الحوثي وكاهنة آل حميد الدين وكاهنة الرسي جميعا، هي أوهام من الماضي، ما فات مات، ولن يكون إلى اليمن الجديد المرتقب بإذن الله. نعم أستاذ يحيى، لكن هناك أيضا يعني على ما يبدو وما هو ظاهر أيضا بأنه هناك محاولات لإنهاء تأثيرات الربيع العربي، وهناك أيضا يعني مواقف لبعض قوى الشرعية متماهية مع هذا الخطاب، يعني شيطنة قوى فبراير على مستوى اليمن وقوى الربيع العربي بشكل عام. ألا ترى بأنه عودة والنقل المخلوع يمكن أن تكون ضمن هذا السياق الذي شهدناه ربما في مصر وفي ليبيا وفي غيرها من الدول؟ إرادة الشعوب من إرادة الله أختي العزيزة. بالنسبة لنا كحالة خاصة في الربيع العربي، أدرك العالم كله، أدرك أشقاؤنا في الخليج العربي، أدرك الأشقاء في المملكة العربية السعودية أكثر من سواهم وهم الدولة الأهم والفاعلة في المنطقة، أدرك الأشقاء بغيرهم جميعا أن ثورتنا وأن خلاصنا من المخلوع صالح كان ضرورة لمستقبل اليمن والمنطقة. بالنسبة للوضع عندنا، تجاوزنا أزمة ما يعني أزمة الانشقاق في الربيع العربي كما يسمى، وأصبح 11 من فبراير يوما وطنيا بقرار فخامة رئيس الجمهورية الذي لا أعتقد أن أحدا من مؤيدي الشرعية يتجاوزه. وكذلك فإن التحالف العربي جاء دعما لشرعية فخامة رئيس الجمهورية اليمنية المشير عبد رب منصور هادي. نعم، هذه نقطة مهمة جدا أستاذ يحيى، وأثارت أيضا تساؤلات الكثير من المتابعين، يعني اعتماد الرئيس هادي وقيادة الدولة ويعني تشريعات البلد لفبراير كجزء كمحطة وطنية وثورية هامة، واعتبار فبراير يوما وطنيا في الوقت الذي لازلنا نسمع من قيادات في الشرعية الموجودة الآن في الرياض عكس هذا الخطاب تماما، كيف يمكن أن نفسره أو نفهمه سيد فهد الشرفي؟ الحقيقة هناك فهم مغلوط من بعض الإخوة وربما قيادات حتى سياسية. هناك من فهم أن التحالف العربي أنشأ من أجل إكمال ثورة فبراير، وهذا من وجهة نظري الشخصية أنه أمر خاطئ 100% وأدى إلى نشوب الخلافات وربما وجود تباطؤ حتى في مسألة الحزم. التحالف العربي أرى أنا أنه لم يأتي لإكمال ثورة فبراير، وإنما أتى من منظور عام لتخليص اليمن من المشروع الإيراني الذي هو أكبر من فبراير، لأنه فبراير هو الحوثي جزء منها، وإذا اعترفتم بفبراير فعندكم مشكلة أن الحوثيين هم شركاء فيها. ونحن اليوم نقول لكم هناك من لم يكن مع فبراير وهو اليوم في المترس الأمامي في مواجهة الإمامة، وهناك من كان معكم في فبراير وأصبح اليوم يقاتل التحالف العربي ويقاتل السعودية ويقاتل الجمهورية ويقاتل الشرعية. نحن جميعا نحترم قرارات الشرعية، ولكن نحن نتحدث من وجهة نظر متعددة، والمسألة ليست مسألة كهنوت وليست مسألة توزيع ومحاكم تفتيش دورية. ليس هناك محاكم تفتيش دورية. عندما تقولون أن الثورة كانت فقط على صالح وعلى المخلوع صالح، بينما قام جماعة الإصلاح كلها أمس انتفضت بثورة عارمة على صحفي واحد أتى من المؤتمر الشعبي العام وانضم للشرعية. ليس هناك أي قبول حقيقي لأي مؤتمر يحمل وجهة نظر أخرى. أما أن تأتي وتكون مع جماعة فبراير أوكي، وأن تنطق باسم الدائرة الإعلامية للإصلاح ما لم فأنت خائن وأنت عفاشي وأنت مندس. نعم، هي ضمان أستاذ الشرفي. إذن أيضاً توزيع بين مسألة السياسة الإعلامية للإصلاح والمسألة السياسية لجماعة فبراير. الشرعية هي شرعية وطنية
شاملة للحراك للجنوب للشمال لجميع أبناء اليمن لكل من يريد أن ينضم إليها، وليست محصورة لا على حزب ولا على فئة. يعني في الجزئية الأخيرة التي ذكرتها في إجابتك هناك ما يتساءل أيضا من يعني من يحق له منح حصانات جديدة لمن شاركوا في الانقلاب سواء بحمل السلاح أو بالكلمة، من حرضوا على اليمنيين، كيف يمكن أن يمنحوا بهذه البساطة صكوك الحصانة والتسامح وأيضا يعودون إلى الشرعية وبقرارات يعني يشاركوا فيها ضمن قيادة البلد وضمن الحكومة؟ على أي أساس؟ هذا هو التساؤل وهذا هي المفارقة التي يعني يستغرب لها الجميع. أي حصانة؟ نحن لا نتحدث عن حصانة. نعم أتحدث عن من شاركوا سيد فهد الشرفي، من شاركوا في الانقلاب بالكلمة وبالسلاح، يعني هل يحق لهم في أي لحظة العودة إلى أحضان الشرعية وبهذا الشكل؟ لنتحدث عن أمين الوائلي كخاصة، أمين الوائلي ضد جماعة فبراير، نعم، وكان له رأيا سياسيا مخالفا، لكنه ما كان مع الميليشيات، ربما أنه أساء في فترة معينة للشرعية وقد اعتذر عن ذلك وراجع حساباته، لكن سأرسل لك مقطع فيديو لأمين الوائلي وهو يتحدث عن اللجنة الثورية ويتحدث على أي حد عن الحوثيين بكلام على أي حد ليس هذا ليس موضوعنا، هذا فقط تعقيبا على ما جاء في كلامك سيد فهد. نعم اسمحي لي ان استكمل يعني نعم لا مش موضوعنا استاذ فهد، مش هذه ليست المشكله، المشكله هي في ضمانات عوده هذا الحزب ورموزه وقياداته خاصه الذين شاركوا فعلا في عمليه الانقلاب. هناك من يتساءل ايضا استاذ فهد الشرفي، خلينا ننتقل لفكره اخرى، يعني عن ثلاثه اعوام لم نرى فيها من مؤتمر الشرعيه اي تحرك نحو تفعيل دورهم كوريث حقيقي للحزب في الداخل، وترك المجال للرئيس المخلوع وجناحه الانقلابي، لماذا برايك استاذ فهد؟ هذا السؤال يوجه لقياده المؤتمر، ويحيى الطلايه قبل قليل يقول ان اكبر قيادي مؤتمري موجود في الشرعيه هو الرئيس عبد ربه منصور هادي، فهد الشرفي ليس صاحب قرار، انا عباره عن ربما اني مؤتمري حتى لم يعد جماعه المؤتمر يستدعوني حتى في الاجتماعات لان لي رايا حادا في هذا الاتجاه، وانا اطالب بتفعيل المؤتمر، المؤتمر موجود في الميدان وموجود في مارب وقاتل عن مارب وموجود في تعز والشرفاء موجودين على طول وعرض الوطن، لكن ليس لهم إعلام وليس لهم ناظم وليس لهم داعم وليس لهم راعي. لقد أتى الكثير من المؤتمرين إلى الرياض وطلبوا بأن يدعموا عبد الوهاب معوضة آخر عضو برلمان مؤتمري قاد مقاومة في عثمة في 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 في, في قلب تواجد الحوثيين وتخلى عنها الجميع، الناس جميعا اليوم مروا بتجارب دامية، كل من رفع رأسه تم كسر رأسه من قبل صالح والحوثيين ولم يقف معه أحد، بل أنه يتم التشكيك فيه وتخوينه. لا هناك من لا يصدق أن المناضل إلا بعد أن يستشهد، هناك عملية جذرة لتخوين. نحن دعينا لأكثر من مرة لإعادة إيجاد اصطفاف وطني حقيقي وخصوصا بين الحزبين الكبيرين المؤتمر والإصلاح، لكن للأسف الشديد هناك جناح داخل الإصلاح لا يريد هذا التقارب، ولا أدري ما هي دوافع هؤلاء رغم أن هذا التقارب هو الذي سينقذ البلد. نعم أستاذ يحيى سليمان، تعليقك على هذا الأمر، وأيضا إذا كان لديك تفسير من غياب دور المؤتمر الشعبي العام في الداخل وترك وفسح المجال في الداخل لمؤتمر المخلوع. أولا أنا أشدد على ما طرحه الأخ فهد من ضرورة وجود تحالف واصطفاف وطني ليس بين المؤتمر والإصلاح فقط، وإنما بين كل القوى المكونات الشرعية، كل المكونات المؤيدة للشرعية، على أن يكون ذلك تحت قيادة التحالف الشرعية اليمنية برئاسة الأخ عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية المسنود من التحالف العربي الشقيق. وبالنسبة لماذا عدم انتظام المؤتمر الشعبي العام في المناطق المحررة أو بقية المناطق المؤيد للشرعية، تذكرين أنه لما أصدر الأخ عبد الواحد القبلي نمران رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام ووكيل محافظة مأرب بيانه المؤيد للشرعية بداية العاصفة، أصدرت قيادة المؤتمر الشعبي العام بصنعاء بيانا تنفي صلة عبد الواحد القبلي نمران بفرع المؤتمر وبالمؤتمر الشعبي العام، لكن صمود الأخ عبد الواحد القبلي نمران ومعه قيادة المحافظة وبدعم من الأخ سلطان بن العرادة محافظ محافظة مأرب عضو المؤتمر
المؤتمر الشعبي العام عضو اللجنة الدائمة، صمد المؤتمر الشعبي العام وتحول إلى حالة وطنية استثنائية في المؤتمر الشعبي العام. أما بقية المؤتمر الشعبي العام للأسف الشديد فإن ما يعيش من وضع يؤكد أنه أداه بيد المخلوع صالح. أتذكر كلمة قالها يوما الأخ نجيب غلاب صديقنا الصديق ويعرف الأخ فهد جيدا، قال بأن المؤتمر الشعبي العام أصبح في تصريح لصحيفة الرياضة السعودية، قال بأن المؤتمر الشعبي العام هو أصبح الذراع السياسي للجماعة الحوثية. هناك إشكالية مهمة تتعلق بتكوين المؤتمر الشعبي العام. المؤتمر الشعبي العام ليس حالة منذ 3 أعوام اخترقت الإمامة كما يقول البعض. المؤتمر الشعبي العام تتجذر فيه فلور الإمامة وأركانها وعتاولتها منذ زمن قديم، تسيطر فيها على الجانب المالي والإداري والتنظيمي، وتتحول فيه إلى محاكم تفتيش تفرز الجمهوريون عن غيرهم، وتتحالف مع القوى الانتهازية البراغماتية كما سماها الأخ فهد التي تعلمت البراغماتية والمراوغة والانتهازية من أسيادها الإماميين المعروفين. وأعتقد أننا في المناطق في مناطق شمال الشمال نعرف جيدا الفرز الواضح الذي كان يستخدمه مؤتمري الإمامة من داخل المؤتمر الشعبي العام لاستهداف القوى الجمهورية في المؤتمر وفي غيره. نعم أستاذ فهد الشرفي، طيب هناك أيضا من يتساءل لماذا لا نرى مواقف واضحة وصريحة لمؤتمريو الشرعية تجاه استمرار المؤتمر في عملية تحشيد المقاتلين للجبهات ضد الشرعية؟ لماذا نراهم يعني مواقفهم الوطنية خجولة؟ استدراك النقطة مهمة طرحها الأخ يحيى فيما يخص تجذر الإماميين داخل المؤتمر، وأريد أن أؤكد أن أيضا الإماميين متجذرين داخل الإصلاح وداخل كل الأحزاب، ويشنون حملات على كل الذين يطرقون على السلالية حتى من داخل الرياض. ففي الرياض يشنوا علينا حملات أننا عفاشين ومن دسين، والسلاليين الموجودين في صنعاء كل من هو سبتمبري والجمهورية شنوا عليه حملة أنه خونجي وأصلاحي ومرتزق مع العدوان. السلاليين يؤدوا الدور بامتياز ونحن أبناء القبائل أبناء اليمن عبارة عن أدوات للأسف الشديد. هذه من ناحية من ناحية سؤالك، المؤتمر الشعبي العام الموجود مع الشرعية رغم انتقادنا الحاد له لكنهم أيضا رجال أقوياء خرجوا وناضلوا وناهضوا ورفضوا كل المغريات وأصدروا البيان تلو البيان، وواجهوا صالح وصالح أصدر بيانات فصل لكل المؤتمرين الذين خالفوه، وإذا فصلهم فهو فصلهم عن خليته الخاصة. أما عن المؤتمر الشعبي العام الذي لا نسمح أن ينشك، أنا أدعو من على قناتكم قيادة المؤتمر الشعبي العام كما دعيناهم في الاجتماعات الخاصة والعامة إلى إعادة تفعيل دور المؤتمر الشعبي العام وتنشيطه على وجه السرعة، ليكون وعاء لاستعادة كل المؤتمرين الموجودين في صنعاء. الناس يبحثوا عن وعاء، لا يجب أن نحشر الناس بين خيارات أن تكون إما شمالي أو جنوبي، أن تكون إما إصلاحي أو حوثي، بل يكون يجب أن يكون هناك خيارات أخرى. من لا نعم أستاذ فهد، أتعتقد بأنه نعم أستاذ فهد كان أن يكون مؤتمريا جمهوريا مع الشرعية ومع الوطن، نعم، ولن تفرض عليه أي خيارات أخرى. نعم أستاذ فهد، أنت يعني بحكم أنك تتحدث عن جمهورية وأنت من الأصوات والأقلام المعروفة بنفسها الجمهوري، ألا تعتقد بأنه وتتحدث الآن أيضا عن قطاع واسع من الجمهوريين داخل المؤتمر الشعبي العام، لماذا لا نرى لهم موقفا واضحا من تحويل هذا الحزب إلى حزب العائلة وإزاحة عائلة المخلوع عن هذا الحزب، حتى على الأقل تضع يعني نقطة لتطمين اليمنيين بأن هذا الحزب لم يعد حزب المخلوع وعائلته؟ مشكلتنا مع العوائل مشكلة عميقة، سواء في المؤتمر وفي الإصلاح وفي الاشتراكي وفي كل الأحزاب، وهذا بحاجة إلى حراك مجتمعي كبير على مستوى كل الأحزاب. العوائل المسيطرة علينا في المؤتمر ومسيطرة على الإصلاح ومسيطرة وسيطرت حتى مجموعة عوائل على ثورة فبراير، وعندما نضحك على أنفسنا فإن الواقع سيكذبنا. نعم يعني لكن هذه العوائل لم تقتل يمنيين بالطريقة التي يعني بالطريقة التي فعلها المخلوع وعائلته، حرس الجمهوري والأمن المركزي وما إلى ذلك. يعني عائلة صالح منحت فرصة كبيرة فكونت ألوية وحكمت اليمن 33 سنة ولذلك فسطوتها أكبر، لكن أيضا هذا الهاجس موجود. يعني ما أن اليوم هناك من يشتكي حتى من مسألة التعيينات العائلية حتى داخل الشرعية، ونحن نقول بأن هذا سلوك يجب أن نناهضه جميعا وأن نرفضه، ويجب علينا أن نقدم أنفسنا كنموذجا جيدا من أجل أن يقبلنا اليمنيين. أما إذا نظر اليمنيين أننا قد أصبحنا متساوين في الفساد متساوين في مخالفة القانون، يجب أن نقدم لليمني أننا رسالة وأننا نموذج للإصلاح، نموذج للحكم الرشيد، لا نموذج للعشوائية. يعني أن نستغل الأزمة
لنكمم افواه الناس من تحدث. نعم، اذا لا تقبلون انتم استاذ فهد الشرفي لا يمكن ان تقبلوا بعوده المخلوع وعائلته من جديد. نعم؟ الى المشهد السياسي ضمن المؤتمر. نعم؟ الشعبي العام. نعم، هل افهم من كلامك بانكم لن تقبلوا بعوده المخلوع وعائلته ضمن المشهد السياسي القادم في اطار المؤتمر الشعبي العام؟ انا كموقف شخصي لن اقبل بذلك، لان هذه العائله اعترفت جرم بحقي، انا نزحت وهجرت من صعده، وهذه العائله تحكم اليمن ولم تقدم لي اي يعني لم تقف معنا كمواطنين، تخلت عنا وطعنتنا وخانت الوطن. نعم، اذا عائله المخلوع وحق عام لابناء محافظه صعده قبل غيرهم من ابناء اليمن، وهذا موقف ثابت لنا. لا يمكن ان نقبل ان يعود هؤلاء الذين سلمونا الحوثي والحوثي يفجر بيوتنا. نعم، اذا لا يمكن القبول بعائله المخلوع ضمن مشهد سياسي قادم اليوم وغير اليوم. نعم، اذا هذا موقف واضح من الاستاذ فهد الشرفي، لا يمكن عوده المخلوع وعائلته او رموزه الذين شاركوا في تسليم الدوله للانقلابيين ضمن المشهد السياسي المستقبلي. كيف تنظر انت الى شكل عوده المؤتمر الشعبي العام القادم استاذ يحيى الشرفي؟ ما هي ضمانات هذه العوده وما هي الخطوط الحمراء التي لا يمكن القبول بها في اي تسويه سياسيه قادمه يكون المؤتمر الشعبي العام جزءا منها؟ اولا من المستحب من السابق لاوان الحديث عن تسويه سياسيه. الان هناك حرب تشهدها البلاد، وهناك جبهات على طول البلاد وعرضها، هناك تحالف عربي واسع لا زال قائم وفاعل. لا ليس ثمه خيار غير تحرير البلاد من ميليشيا الانقلاب من تحالف الحوثي والمخلوع. الحديث عن تسوية سياسية في ظل الحرب وفي ظل هدير المدافع أعتقد أنه جزء من خيانة أو استسلام في أحسن الأحوال، وخطاب ضعيف لا يجوز أن يتوسع نطاقه. حين إذا انتقلنا إلى تلك المرحلة فلها حينها خطابها. أنا أعتقد أن فرص التسوية السياسية بالمؤشرات الراهنة وبالقاعدة التي تقوم عليها البلاد حاليا صعبة جدا، رغم التفاؤل المتفائلين. لا تزال البلاد ملغمة بألغام كثيرة، ولا تزال نشوة الإمامة والمخلوع كبيرة، ولا يزال التربص بالمنطقة داخليا وخارجيا كبيرا. إيران لن تسلم البلد بسهولة، حتى ولو افترضنا أن أذنابها في اليمن وحليفيها انحازوا للسلم. هناك مشكلة لابد أن نمضي في معركتنا حتى نصل إلى المرحلة التي نفرض فيها التسوية السياسية، إذا جاز الحديث عن التسوية السياسية، بشروط وطنية وشروط تخدم مصلحة اليمنيين كشعب قبل غيرهم. أشكرك جزيل الشكر أستاذ يحيى الثلاية الكاتب والصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب. كما أشكر جزيل الشكر الأستاذ فهد الشرفي الناشط السياسي كان معنا من الرياض. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج البرنامج كمال حيدر وكافة الطاقم الفني للبرنامج. ألقاكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد، في أمان الله.